صباح الخير او مساء الخير يا برج الثور. طيب برج الثور هنبدأ على طول في القراءة العامة، نشوف طاقتك وطاقة الشريك. انت بتحبه جدا وشايف ان انت معاه، يعني شاعر بالطمأنينة او كنت شاعر بكده، بس انت خايف. بص، خايف ازاي؟ خايف يعني مش عارف، انا ما صدقت استقريت. يعني انت عمال تقول لنفسك انا ما صدقت استقريت تاني، انا ما صدقت رجعت تاني لحياتي مره تانيه. طب انت جاي بقى تبوظها لي، وخايف تخش. اخش فين؟ واخش فين؟ عشان كده عامل لي وش اللي هو سريع، ردة فعل سريعه. انا مش عايزك، ما تجيش هنا تاني، او مثلا مش ما تجيش هنا تاني. انت عملت وانت سويت، وانت رحت لواحده تانيه، وانت بعتني، وانت كذا، او انت بعت لوحدك، او صدقت كلام عليا وحش ولا. وده دفاع عن النفس برضه. يعني ممكن الشخص ده جاي يقول لك انت اللي سبت مثلا، تقول له انا سبت، انا ما عملت لكش حاجه، ده انت وقلق. ولكن في داخلك في مشاعر حلوه. بس احيانا لما الواحد بيحصل له موقف من شخص معين بيتقفل منه. طيب هو شايفك ازاي بقى؟ بص، هو عارف هو عمل ايه من الاخر، مش هكدب عليك، عارف ان انت مجروح منه قوي قوي. و انا بقول احتمال تبقى علاقه ثلاثيه، وان انت اكتشفت العلاقه الثلاثيه وحياتك يعني اتدمرت بعد اكتشافك لهذه العلاقه. وشايفك ايه كمان؟ شايفك ان انت الدفء، انت اللي كان معاك بينبسط، انت اللي كان معاك بيحس بالطمانينه. بص الكارت ده، الكارتين دول ليهم معنى، بيحس معاك بان هو ده المصير، هو ده الشخص اللي انا عايزه، دي الزوجة او ده الزوج اللي انا كنت فيه، ده كنت هبل، او العلاقة اللي انا كنت فيها دي كانت علاقة عبيطة. هو بيقول لنفسه كده وشاعر بانه كسرك. يعني اوعى تفتكر بانه مش حاسس، لا حاسس وعارف هو عمل ايه كويس قوي. مش عبيط هو، لا 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 مش عبيط، هو عارف كويس قوي هو عمل ايه. ممكن يكون هذا الشخص برج ترابي هوائي، ان لسه ما ظهرتش ابراج قدامي بالظبط. يعني كل حاجه هاخدها هقول لكم ابراج ايه، بس ترابيه وهوائيه. طيب، لان دي مش كارت برج اصلا، بس يعني او مش كارت برج اساسي، في كل الابراج الهوائيه والمائيه وكل. فالشخص ده حرفيا شايفك ان انت قلبك اتوجع منه وصبرت عليه كتير قوي، صبرت عليه كتير قوي. انت اللي تستحقه في الاخر، يعني هو شايف كده، انت اللي تستحقه في الاخر. وكان بيقضي معاك وقت لذوذ جدا، وحد لذوذ وحد عاطفي وحد جميل، حد كان موفر له الامان، الامان. ولكن ان كنتوا بتسالوا على علاقه ثلاثيه، فالعلاقه الثلاثيه انتهت. لو كان محتار ما بينك وبين حد تاني فهو راح منها خلاص، وتعلم درس. دي كارما، دي علاقه كارما، خارج من علاقه كارما الشخص ده. طيب انت شايفه ازاي بقى؟ طبعا انت شايفه شخص الشخصية دي، بص بقى ركز معايا، الشخصية دي او الشخصية اللي انتوا بتتعاملوا معاها دي ممكن يكون ليها اكثر من وجه. يعني ايه اكثر من وجه؟ يعني ممكن يكون شخص مستقر جدا جدا وذكي جدا، و بيعرف يفكر ويعرف يدبر ويعرف يستقر في العلاقة ويدي وياخد وكل حاجة، وفجأة فجأة 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 ينقلب هذا الوجه وتلاقي شخص تاني اتقلب حرامي. مش حرامي بالمعنى الأدق، لا، حرامي يعني بيجري. انت شايفه مش عقلاني بالظبط، هوائي شوية. يعني ممكن يكون اي واحدة تبسبس له مثلا شوية كده يروح وراه. انت شايفه ان هو محتاج حكمة، محتاج ينضج، لان ده شخص على فكرة مش ناضج، ده شخص بيسترسب كده من المكان ويمشي. هو ذكي على فكرة جدا جدا، ولكن بقى هو بوجهين، مرة يبقى مستقر وناصح وعاقل والعلاقة ماشية تمام، والمرة التانية تلاقيه شاف حاجة تانية لفتت انتباهه فيروح لها. ممكن تكون شايف ان هو بزباص، يعني لو ولد مثلا بتاع بنات، لو بنت اب ممكن تبص كده وتقارن،
تقارن تقول طب اللي معايا احلى ولا التاني، انت شايف ان هو ناقص نضج، ما عندوش نضج، ما عندوش حكمه، محتاج يبقى عنده حكمه في الامور، محتاج يتدبر الامور. لكن هو شايفك ان انت شخص جميل جدا، وهو دي الحقيقه اكيد، لان هو عايز يرجع، يبقى هو شايفك ان انت شخص كويس. لكن انت شايف ان هو شخص شخصيته متقلبه، ما عندوش النضج الكافي لاقامه علاقه. مره يبقى مخلي العلاقه مستقيمه جدا وما يبصش لحد ويبص للعلاقه ويهتم بيها، والمره الاخرى ينقلب على الوجه الاخر ويبقى حرامي. ياخد يمشي من العلاقه بدون اي سابق انذار ويمشي، خلاص خلصت العلاقه انتهت. ازاي يا ابني؟ مش ازاي، ممكن يكون كمان بيسيبش اثر، يعني مثلا ما يديكيش خبر ان احنا مثلا بعدنا او بتاع، لا. عشان كده هو كان شايف بالظبط، هو شايف ان العلاقه ما فيهاش توازن بالظبط، وهو اللي هو السبب في ذلك. هو كمان اللي شاعر ان هو ما كانش مدي حق لهذه العلاقه بالظبط كده، وعايز يرجع يدي حق لهذه العلاقه. شعر يعني بحقيقه الامر بانه ما اداش حق لهذه العلاقه، وفعلا هو ما اداش حق لهذه العلاقه، يعني مشي منها جري. فهو شخصية فعلا محتاجة، يمكن تكون محتاجة نضج فعلا، لانه بصوا كمان هو اعتقد ممكن يكون هوائي، لانه بيفكر كتير جدا جدا، يعني التفكير اللي هو زيادة عن اللزوم، اخد دي ولا اخد دي، اروح للدي ولا اروح للدي، كمل في العلاقة دي ولا كمل في العلاقة دي، فكان محتار جدا. ممكن يكون خلاكوا تنتظروا كتير لغاية ما اتقفلتوا وقررتوا ان انتوا تبدأوا بداية جديدة بقى. طيب الخطوة اللي عايز ياخدها البيج اوف سوردس، هو شخص يعني هقول لكم بقى البيج اوف سوردس، هو كل هنا عندي انا ما اقول لكم شعر ان هو يعني طفولي شوية. الشخص ده لو جه كلمكم مش هيكلمكم بطريقة يعني اللي هي داخلة على طول، اللي هي مثلا يقولك ازيك عامل ايه وحشتيني وتعالى نرجع. هو هيجي والاول هيعرف عنكوا معلومات، يعني مثلا اتخطبتوا، ارتبطتوا، في شيء جديد دخل حياتكوا. شخص ده خوف جدا، بيخاف على فكره، وعنده يعني جبن شويه، ولكن هيجي عايز مثلا ايه، مثلا هو رافع سيفه ليه بقى؟ خايف منكم. بصوا انتوا خايف قوي من اللحظه دي، لحظه ما تدوله كلام، ولكن في ذاته هو عايز ايه؟ عايز يرجع، عايز يعمل العلاقه دي الاربع عصيان. يعني هو هيجي يرجع هتكتشف، يعني هتحسه كده في الاول ان هو جاي يستهبل، ممكن مثلا يكون بيقلش، يجي يتريق مثلا على صوره انتوا حاطينها، يقلش عليكم في حاجه، فتقولي ايه الهبل ده اللي جاي يقلش عليا ده، ولا يتريق عليا، ولا جاي يعمل ايه؟ يتصل بيكي غلط، يقول لك معلش والله ايدي جت بالغلط، على يهبل كده بس هو عايز يرجع. ما بقول لكم هو جبان شويه، بيخاف من المواجهات بالظبط كده. الشخص ده بيخاف من المواجهه، بيخاف يواجه، فدايما يبقى رافع سيفه كده ويقول له قدامه بص بقى لو جيت جنبي انا بس. هو ما بيعملش حاجه، يعني رافع سيفه كده ما بيعملش حاجه. وممكن زي ما قلت لك يتصل بيكي بالغلط، يبعت لك مسج يقول لك معلش بعتها بالغلط، حركات دي، ولكن هو عايز يرجع، عايز يرجع ويرجع العلاقه دي تبقى مره تانية. طب انت عايز تعمل ايه؟ انت عايز تستقر، ولكن بقى في ناس تقول لك ايه، لا ده انا ده لو رجع انا بصي بقى انا مخنوقه منه وهموت. ده اللي جواك، انا بتكلم على اللي جواك. ممكن الطاقه بتاعتك اللي بره مختلفه عن طاقتك من جواك. طاقتك اللي بره انت عايز تنتقم من الشخص ده عشان خانك، عرف عليك حد، انما من جواك ما زلت تحبه. احنا بنتكلم على اللي جواك دلوقتي، فاللي بيشاهد الفيديو اللي جواك لو دورت وركزت هتلاقي نفسك ان انت فيه لسه مشاعر. بص اهي طاقتك الخارجيه اهي، عايز تديله كلام 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 يعني ترد له كل سيف حطه في قلبك، ولكن انت تريد الانتصار. طيب هو لو رجع عادي هوش عليك، انت احتمال بنسبه 90% 90 هتتكبر عليه، هتشعر بانه عارف انت لما يكون في شعور جواك اللي هو لو جه بس تاني انا هوريه الوش الحلو، هو ده الوش الحلو. انت هتعرف على طول ما دام رجع
يبقى هو عايز يرجع، فهتتكبر عليه، هتتعالى. بص الكارتين دول هتتعالى عليه، هتحسسه بانك انت مستقر. بص كروتك كلها اهي، انت مازلك بتحبه ولكن انت مستقر وعايز تبين له كده، انت نفسك تبين له انت ولا حاجه ولا هزني. ايه ثلاث سيوف في قلبي؟ طز. ايه يعني عرفت واحده عليا؟ طز. ايه يعني رحت لواحده صاحبتي خنتني معايا ولا ايه؟ طز. يا ابني انا ملكه، انا واحده عايشه حياتي، ما يهمنيش انت ولا غيرك ولا غيرك. فهتقول له انا مش محتاجك اصلا، انا عندي كل حاجه، كل حاجه انا عايزاها في حياتي موجوده، تيجي ما تجيش، تقلش ما تقلش، تعمل نفسك بتتصل وتقول لي اصلا غلطت، براحتك ولا يهمني. فانت ممكن تتعالى عليه بالفعل، بالفعل ممكن تتعالى عليه، او مش تتعالى، خلينا نقولها بالمعنى الصحيح، يعني هترد عليه ولكن الرد اللي هو لا هيجيب ولا هيودي. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. انا عايز حاجه، اصلا ورايا مشوار، اصلا ورايا حاجه بعملها، اصلا كذا، اصلا كذا. وانت الظاهر فعلا يا برج الثور يمكن تكون بدات مشروع جديد بالفعل، ويعني مشهور في حاجه، او ممكن تكون كمان اخدت حاجه وكتبت على الفيسبوك مثلا بوست، ولا عملت ستوري على الانستجرام، ولا عملت اي حاجه، هو شاف الحاجه دي ان انت بقيت حلو قوي، انت جميل قوي يا برج الثور. انت حلويت. انت حلويت يا برج الثور، لو واحده ست انت حلويتي قوي. انا خايفه اكون راجع عشان كده، بس مش مشكله برضو، يعني مش مشكله. انت قاصد على فكرة، عشان كده انت هتعمل كده لما يرجع. انا بقى بحب كده قوي، احب انا اللي يرجع ده وقعد، مش اتزل، لا مش هزله، ولكن اعرفه هو كان بيكلم مين. انت بقيت حد حلو قوي، انت اهتميت بنفسك قوي، اهتميت بمشاريعك وبشكلك كمان. لو واحدة مثلا كانت تخينة شوية ولا حاجة، خست وزبطت جسمها، اهتمت بشعرها، اهتمت مثلا بانها تغير لفة الحجاب، انت بقيت حاجة حلوة، انت اتغيرت. والشخص ده مش عارف يعمل ايه، يروح لك ولا ما يروح لك، عشان كده هو جاي هيهزر الاول، هيجس النبض، يعني يشوف ايه بقى، يعني هتقبل مش هتقبل، ها اعمل ايه. ولكن هو عايز، لا هو عايزك على فكرة، مش نيته وحشة ولا حاجة، بس هو عايزك، وشايفك ان انت حلوت قوي قوي قوي، يعني قوي، ده انت الامبرس والزسان. ممكن تكون بدأت حاجة جديدة كمان وبقيت مشهور فيها، فايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي يا برج الثور. طيب هو شايف العلاقه دي ازاي؟ شايف العلاقه دي، مش بقول لك انت شايفك حد حلو قوي، شايف العلاقه دي معاك جميله قوي 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 قوي، وشايفك حد حلو قوي، وشايف ان العلاقه دي هي النجاح اللي هو ممكن يفتخر بيه، ان هو مثلا لو دخل معاك في هذه العلاقه يقدر يقول للناس انا مرتبط بفلانه. انت ممكن تكون حد مشهور يا برج الثور، مشهور في اي حاجه، ممكن تكون مشهورة على الفيسبوك مثلا، بتعمل فيديوهات، اي فيديوهات، حتى الفيديوهات كوميدية، بنت مثلا بتعملي ميك اب، انت ميك اب ارتست مثلا، بالظبط حاجة زي كده. فشايف ان هو هيبقى فخور قوي 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 لو رجع للعلاقة دي مرة تانية. انت بقى ليه بقى انا قلت لك ان انت بتحبه؟ لان انت شايف العلاقة ذا ستار، انت شايفها برضو حاجة حلوة. الشخص ده ممكن يكون برضو حد مشهور على فكرة، ممكن مشهور في حاجة، بيعمل حاجة، بس انت شايف ان العلاقة دي برضو، شوف لك كده. طيب ستار دي عشان نتأكد بس، مش بقول لك انت شايفها علاقة تستحق الانتظار، انت انتظرته كتير كده. بقى ممكن افهم القصة، يعني شطر من القصة ممكن افهم. الشخص ده انت تعرفت عليه وكان في طرف تالت ممكن، او ما كانش في طرف تالت خالص يا سيدي، انت تعرفت عليه وكنت بتحبه او في بوادر حب، وشخص ده يعني كان محتار قوي 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 يدخل في العلاقة معاك ولا ما يدخلش، وبعد فترة طويلة قوي يعني فقدت الامل حرفيا في هذا الشخص، وبدأت يعني تبص لحياتك مرة تانية وتعتني بنفسك، ظهر مرة واحدة او هيظهر هذا الشخص مرة واحدة، وانت كنت بتتمنى هذه العلاقة، بتتمناه يعني، كنت منتظره وقدمت له حاجات كتير قوي، وانت كمان شايفها على فكرة التين اوف بانتكلز،
بس انت يعني هنقول هتعيش الدور عليه شوية ومن حقك. يلا يا سيدي مش هعبك، من حقك مدام هو في الاول اتنايع ويعني كان بيروح ويجي في العلاقة دي كتير، فده من حقك، مش مشكلة مش مشكلة. فانت شايف ان هي برضو شيء جميل، هو شايف ان هو هيحقق معاك استقرار اهو لنفسه وذاته، وانت شايف ان انت كمان العلاقة دي هتفيدك كويس قوي قوي، وهي كانت يعني امنية بالنسبة لك. طب ما نشوف لك كده النصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا برج التوت، النصيحة بالمختصر المفيد كده بتقول لك تمسك بهذه العلاقة من الاخر. انا يعني شعر ان انت ممكن تكون يعني ماشي، لو عايز تديله كلام وتحسسه بانك يعني ذو قيمة براحتك، ولكن العلاقة دي علاقة هيبقى فيها حب كبير قوي. انت الكينج اوف كابس اصلا، ولو انت زمان ما كنتش واخد حجمك في العلاقة دي هتاخد حجمك. الشخص ده عايز يرجع ويديك حجمك اهو، هو عايز يعمل التوازن، هيخليك انت ليك الاولوية في هذه العلاقة، ودي بداية حقيقية. ما تخافش لو انت خايف انت خايف منه، مش بقولك انت خايف منه، انت خايف يخذلك مرة اخرى. فالنصيحة بتقولك ما تخافش، بيحبك قوي، مش بقولك بيحبك والله، بس هو لعب شوية من واقعي. برج ترابي اعتقد، برج ترابي وهوائي وفي مائي اهو، وعندنا ايه تاني برضو مائي برضو ناري، الناري اهو، وقلنا مين بس، وكل الابراج موجودة هنا في مشاعره هو. طيب هو بيحبك وشايفك ان انت خايف منه على فكرة، ونفسه منع عينه ان تسيبه بقى الماضي ده وترجعه تاني العلاقة تاني. نفسه مش يمشي، لا هو عايز ياخدك وتروحه بقى في حتة تانية، بقى ينتقل بقى لمرحلة تانية. ايه المرحلة دي هو عايز كده، بس هو لعب وممكن يكون بهدلك من الانتظار. انا شايفة ان انت اتبهدلت، انت انتظرته كتير قوي، يعني اللي هو فقدت الامل، حاول ولا قوه الا بالله فقدت الامل في هذا الشخص. ممكن يكون كان بتاع بنات وبيروح ويجي مع بنات و ولكن الشخص ده مقدم عرض. طب نشوف لك كده، طيب ايه هو العرض ده مثلا، او مش ايه هو العرض يعني.